احتشد مشجعو ليفربول في وسط العاصمة الإسبانية مدريد للاحتفال بتتويج الريدز بلقب دوري أبطال أوروبا على حساب توتنهام. جاء تتويج ليفربول باللقب السادس في تاريخه بدوري أبطال أوروبا بعد الفوز على توتنهام بثنائية نظيفة من توقيع المصري محمد صلاح والبلجيكي ديفوك أوريجي في ملعب واندا متروبوليتانو بالعاصمة الإسبانية. ومن ناحية أخرى قدم فريق خاص نشرته هيئة الرعاية الصحية الطارئة والإنقاذ التابعة لبلدية مدريد المساعدة ل 172 شخصا تعرضوا لحالات دوار وانهيار صحي بسبب الحر وصدمات وحالات تسمم بسبب الكحوليات في منطقة الملعب وفي وسط العاصمة الإسبانية، وبالأخص في ساحات احتشت بها مشجعو فريقي ليفربول وتوتنهام.